عندي كوبايتين من اللبن وربع كوبايه من التمر، او يعني خمس ست وحدات منزوعين طبعا النوى، وعندي نص معلقه صغيره من القرفه، وسكر حسب الرغبه او عسل او اي حاجه، او لو انتم مش حابين تضيفوا سكريات فيه برضو تقدروا تعملوا كده. هبدا احط اللبن، احط كوبايتين لبن، ممكن تحطوا تلج كمان معاه او تخلوا اللبن مثلج. اسلام مخنصر القرفه ما جابهاش، لازم اي تاخد اي حاجه في جيبك كده وانت ماشي، قرفة سكر أي حاجة، هات لنا القرفة بعد إذنك يا إسلام. كوبايتين اللبن عليهم ربع كوباية من التمر، يعني ممكن ما تاخدوش قوي التمر إن هو يعني إيه بمقدار معين، اشتغلوا زي ما أنتوا عايزين، حطوا خمس وحدات ست وحدات زي ما أنتوا حابين طعم التمر فيه قد إيه. وعندي سكر، وممكن أبدل السكر بعسل أو ما أحطش خالص، يعني زي ما أنتوا حابين. بصوا انا حطيت معلقه قرفه كده وانا والخلاط شغال، هضرب تاني. انا طبعا ما بحبش اصفيه، بحبه بحتت التمر اللي بتبقى موجوده فيه، وطبعا زي ما انتوا حابين. هزين كده الكوبايه بتاعتي بشويه كراميل، طبعا برضو اختياري، يعني انا بعمل افكار تقديم وانتوا الافكار اللي تحبوها تقدروا اللي انتوا تعملوا بيها. في ناس اصلا بتبقى مش عايزه اي سكريات في العصاير بتاعت التمر، فتقدروا اللي انتوا ما تحطوش فيها ولا عسل ولا سكر ولا صوص كراميل من اللي انا بحطه، يعني ايه الناس اللي بتتمرن الكلام ده كله بتبقى مش عايزه تشرب حاجه فيها سكريات كتير، فممكن يعني تستكفوا بالسكر اللي موجود في التمر. اهو بصوا عصير اهو زي ما انتم شايفين. هات لي تمرتين كده اسلام. بصوا بكل بقى البهاريز دي انا هنزلها، انا بحبها ايه وانتوا بتشربوا كده تلاقوا حتت تمر. يلا بينا نحط العصير